صلاة أول ليلة من محرم الحرام، صلاة من ركعتين في أول ليلة من محرم الحرام، من ترك هذه الصلاة خسر الثواب العظيم. كيفية هذه الصلاة شيخنا؟ الصلاة عبارة عن ركعتين كصلاة الصبح بدون لا أذان ولا إقامة، النية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كيفية شيخنا؟ تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة والتوحيد 11 مرة، في الركعة الثانية كذلك. زين شيخنا، شو الثواب اللي يصلي هاي الصلاة؟ ما تأخذ من عندك 3 دقائق أو 4، شو الأجر يا شيخنا؟ يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله في كتاب إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس: من أدى هذه الصلاة في هذه الليلة وصام صبيحتها فهو يدوم على الخير سنته ولا يزال محفوظ من السنة إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة يظل في حفظ الله في رعاية الله علما إلى السنة القادمة. زين، وإذا واحد مات في نصف السنة بداية السنة وصلى هذه الصلاة، قول النبي صار إلى الجنة. فأنت بكل الحالتين أنت شنو مستفاد؟ إذا كنت في الدنيا محفوظ وإذا في الآخرة شنو؟ هنيئا لكم الجنة. شارك هذا المقطع إلى أحبابك إلى أخوتك حتى تكون سبب في الأجر إن شاء الله.